خلينا نرجع مع حضراتكم مره تانية لمعرض الكتاب، معرض القاهره طبعا الدولي للكتاب. اليومين اللي فاتوا كان في اقبال كبير جدا من الجمهور على جناح سور اسبكيه معرض الكتاب، واللي بيحتوي على كتب نادره وصحف ومجلات واسعاره في متناول الجميع. سور الأزبكية ما كانش متواجد في المعرض بيفشل طبعا، ده سور الأزبكية أساسي في المعرض بقالنا كام سنة. فمشاركين السنة دي بحوالي 47 مكتبة، مين بيحكوا روايات وقصص وحاجات أطفال وكتب تاريخ وكتب علم نفس وسياسة وكل حاجة، كل حاجة لازم تكون متواجدين عندنا يعني. سور الأزبكية هو ملتقى المثقفين، والعرض فيه بيبقى نسبة يعني نسبة الإقبال عليه بتبقى كبيرة جدا. واحنا هنا طبعا اسعارنا رخيصه جدا طبعا، فالاقبال عندنا بيكون كويس جدا. ومن عوامل نجاح معرض الكتاب، من اساسيات نجاح معرض الكتاب سور الأزبكية. فالحمد لله هنا عندنا اقبال كويس جدا، والتنظيم هنا ممتاز للامانه يعني. معرض الكتاب متعود ان انا ازوره كل سنه يعني، بنلاقي فيه حاجات يعني اسعار كويسه، وفي بنلاقي فيه حاجات مش موجوده مش لاقيهاش بره، خاصه المراجع، سواء مراجع علميه او مراجع دينيه، واسعارها ما تقارنش باللي بره خالص يعني. صراحه سور الأزبكية في كتب كتير وكتب متنوعه، وانا اصلا بحب كتب علم النفس، وصراحه يعني لقيتها في القسم بتاع سور الأزبكية كتيره يعني، فيها كتب في مختلف المجالات. الكتب هنا متنوعه، في كميه معلومات جامده للاولاد اول ما خلصوا الامتحانات عايزين يجوا يتفرجوا ويشوفوا الجو الحلو اللي عندنا في مصر. الكتب حلوه، معلومات كتيره.